بالفعل تقرير رائع، بنشكر ميس عليه وكل كمان اللي قاموا بالإعداد. تحياتنا لكل أم يمكن مش بالدم ولكن بالشعور بالعطاء بالموقع اللي هي بتكون موجودة فيه. رح ننتقل لسميرة كيراني للحديث عن تنظيف البيت، وبنعرف هي من المهام التي لا تنتهي لست البيت، بنعيدها كمان كل سنة. أنت سالمة سميرة. أنت سالمة حبيبتي دانا، وأنت كمان أحلى أم إن شاء الله حبيبتي، ولكل الأمهات. وبحب كمان عايد على ماما، الله يخلي لي اياك يا رب. الله يخليها فوق راسك. الله يسلمك حبيبي. شو رح نعمل اليوم؟ عن شو رح نحكي؟ امبارح حطيت بالبوست انه العمر بخلص والشغل ما بخلص، وهي هي مهمتنا الازليه احنا تنظيف البيت. فاليوم عشان هيك كنت حابه اعمل شغله ادلل الستات، يعني جبت لهم بيست اوف ذا بيست، يعني احسن وصفات عملناها ممكن خلال الحلقات كلها، كثير رح تسهل عليها، وصفات كثير فعاله وبسيطه بنفس الوقت صديقه للبيئه، وكثير رح توفر عليها كمان مصاري. هلا نبدا بأول شغلة، هي الشفاط هذا اللي بيكون فوق الغاز. طبعا وضعه كارثي بيكون، أنا ما عرفتش أجيب بالعدة كلها لأنه عندي طنجرة كبيرة وكذا اشتغلت فيها. بس إذا بيلاحظوا هون كيف الفرق كتير واضح بين هون وهون، اللي عملته أنه أنا جبت طنجرة عبيتها مي، خليتها تغلي على الغاز وحطيت فيها كربونات. أوكي. بس كربونات، خليت الكربونات تغلي شوي ونزلت الشفاط فيها. يعني بس مجرد يمكن ربع ساعة مي مغلية وكربونات، شوف الفرق. الفرق طبعا كتير كتير واضح. هلأ الباقي الشغلات اللي بتضل، طبعا عنا كنا بالبيت فرشاة أسنان مش معروف مين صاحبها، دائما هاي مجهولة، وبتسألي بقولك مش إلي، يعني هاي مجهولة الهوية. فهي كتير فعالة للتنظيف، للشغلات كتير صغيرة اللي بتكون والديتيلز اللي ما بنقدر نوصلها. هاي بعد ما نحطها بالمي والكربونات على طول بالفرشاة، ممكن نحط شوية خل وكربونات، شوية صابون، سائل جليفة، كتير بيساعدنا على التنظيف. هاي من الكوارث على فكرة في البيت دانا تنظيفها. كمان بدي أحكي لهم شغلة كمان تسهلي على حالك أنت كمان التنظيف. ممكن أنت تجيب الورق النايلون هذا بتحطيه فوق خزائن المطبخ. أوكي. فوق التلاجة، فوق كل الأسطح اللي ما بتستعمليها دائما، وممكن بس كل شهر بتقيميها وبتحطي واحدة جديدة. حلو. أنت بهاي الحالة كتير بتوفر حالك شغل. الدهون بالمطبخ بتتراكم بشكل كتير بصير صعب تنظيفها. صح. فأنت إذا حطيتي طبقة من هذا النايلون كتير رح تسهلي على حالك. أوكي. فهيك إحنا وفرنا حالنا كتير وقت وجهد. تمام. في كمان هدول الفوط اللي دائما بحكي عنهم اللي هم مايكرو فايبرز، موجودين وسعرهم برضو كتير رخيص، كتير مناح للتنظيف. بس التب اللي بدي احكيها اليوم انه احنا دائما لما بدنا ننظف خصوصا الاسطح الكبيره، ننظف دائما باس باترن او بشكل الاس، يعني هيك، يعني بشكل اس بهاي الطريقه. هلا اذا احنا رحنا واجينا رح نرجع نرجع الاوساخ، او اذا في جراثيم او صح. اي شيء على نفس المحل، بس احنا اذا عملنا بحركه اس فبهاي الحاله احنا بننظف بشكل كتير احسن. صح صحيح. هلا كمان عندنا الويت وايبس، برضه من الشغلات اللي كتير موجوده اظن بكل شنطه عندنا، بكل حقيبه يعني موجوده، خصوصا اللي عندهم اطفال جدال. اكيد لازم. هي كتير منيحه طبعا لازاله البقع على السريع. أوكي. يعني اذا اي بقع عندك على السريع ممكن تقيميها بالويت وايب لانه فيها كميه كحول كتير كبيره. أوكي. وكمان كتير ممتازه للي عندهم ثلاجات ستانلس ستيل، لانه قد ما تنظفيها بتضلها مطبعه ومبقعه، ومرات هيك بتحول. يعني الويت وايبس مناخ. ايوه بالضبط. فالويت وايب ممكن تاخذي لك قطعتين وتمسحي فيها برضو بالاس باترن زي ما حكينا او بشكل الاس. أيوة. فكتير بتساعدنا على تلميع الستانلس ستيل. تمام. اللي بدي اعمله هلا المنظف السحري اللي هو لكل شيء. يعني في كمان شغله بدي احكي لهم اياها، ما تكتروا كثير مستحضرات تنظيف في البيت. انت اول شيء راح تحتاري بدي استعمل هاد ولا هاد احسن، نفس الوقت راح يزيد عليك المصروف لانه بتصير بدها بجت خاصه المنظفات. فانت بتقدري تعمل منظف لكل شيء وما راح يكلفك شيء. وتخيلي هذا دانا انا ما بستغنى عنه، كثير كثير شغلات بطلت اشتريها بس صرت اعمله، وحكيت برضو عنه أكثر من مرة، هلأ رح أعيده كمان اللي عم بيشوفونا أول مرة إن شاء الله يستفيدوا. طبعاً. طبعا هذا البخاخ عبيته تقريبا كاسة مي. أوكي. ورح أحط فيه خل الأبيض العادي. تقريبا قدر فنجان قهوة، يعني رح أعبيه بهذا الشكل خل. طبعا الخل بيقضي على الدهون، بيشتغل بدل الكلور بتنظيف البيت، ومادة كتير صديقة للبيئة، وريحته ما تخاف منه ما رح تضل أبدا. صحة صحة على قلبك. طبعا رح نحط شوية بس صغيرة من دواء الجلي، ما رح نكتر،
لأنه ما بدنا إحنا كتير رغوة، بدنا بس مفعول التنظيف من دواء الجلي. والشغلة اللي بدي أضيفها هي زيت شجرة الشاي أو تي تري أويل. طبعاً هو كتير بتستخدمي إنتي هذا؟ طبعاً أنا بجيب يعني بستعمله بشكل كتير كبير، ما بخلص من عندي. شو بفيدنا نذكر؟ بزيد في التعقيم طبعاً، إنه هو بيعمل على تعقيم الأسطح. حلو. بدل المعقمات اللي ممكن نشتريها تجارية. برضه ريحته كتير حلوة، يعني برضه بتعطي ريحة حلوة، هو زي الكافور ريحته هيك مميزة. مرة أعطتيني إشي فيه هاي الريحة. أيوة بالضبط، أنا كتير بحب ريحته، ريحته شوي قوية. هو طبعا رح نحط كمان كم نقطة، هو يعتبر زيت عطري طبعا. وبس بهاي الحالة دانا أنت حصلتي على منظف للبيت رائع جدا. حتى أنا إذا عندي نمل هلأ بلش يطلعوا النملات مخربشين بالطقس شكلهم، بفكروا أن الدنيا صارت دفا. فبس ترشوا على النمل، رشوا على الأسطح على الكاونتر. طب سريعا داي المعنى دقيقة دقيقة بس كنا بدنا نعمل دقيقة يعني عبد الله عشان أعطوني شوية وقت، بدي أعمل لهم أقراص تنظيف الحمام هاي الرهيبة. طبعا هاي بس بتحطوها الحمام بعد كل ما حدا يستعمل حمام، وشوفي كيف بتفور بشكل كتير ممتاز. أوكي. هلا رح اقول لهم كيف طريقتها. طلعي دانا، طبعا هاي بتفور، بتنظف الحمام، ويعني بدل ما انت تقعدي تفركي وكذا بتنظف. عبارة عن شو؟ عبارة عن رح تكون ما رح الحق شكله، رح اعملها معلقه عفوا كاسه من الكربونات، ورح نحط تقريبا ثلث كاسه ملح الليمون. كربونات، ملح ليمون. لا ملح ليمون. وبعدين رح نحط كمان شويه من سائل الجلي، بس شيء انه نقدر انه نخلطها. وحطيت زيت شجره الشاي معها او اي زيت، مثلا زيت البردقان كمان، وبخلطهم وبعملهم هيك انه يصيروا كيف زي رمل البحر، انه يمسكوا يتماسكوا بالقوالب. بالقوالب طبعا بحطهم بالقوالب، بعدين بيطلعوا لي بهذا الشكل. بالثلاجه؟ لا مش بالثلاجه، بنخليهم طول الليل او خلال 4 ساعات. أوكي. بصير عندنا هاي الاشكال. ممكن احنا نحط هاي العلبه بالحمام بشكل كتير حلو، وكل ما حدا استعمل الحمام بنجيب قرص وبنرميه، رح يعقم الحمام ورح يعطي ريحه حلوه بنفس الوقت، رح يساعدنا على تنظيف ارضيه الحمام او الفرك بشكل كتير. شكرا كثير، واحنا دائما بنزيد من هاي الحلقات موضوع التنظيف. انا زي ما حكيت المشاكل ما بتخلص. صحيح. شكرا لك سميره كيلاني، كل سنه وانت سالمه مره ثانيه. سالمه اهلا. شكرا للمتابعه، ما تنسوا تشتركوا في القناه لتشوفوا كل شيء جديد.